اختي، اليوم ان شاء الله بمناسبة حلول عيد الاضحى، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والعافية وكل ما كنتمناو وتكونوا في احسن حال. فانا كما تعودتوا معايا كنشارككم الاشياء اللي كنحضر شخصيا، فاقترح عليكم بعض الخضر مشرملة وتشرملة اللي غندير ليها. نبداو على بركة الله. اول حاجة عندي هنا الدنجال مفور، قطعته على هذا الشكل. انا غنوريكم كيفاش قطعته، يعني كناخذ الدنجال وكنبقى غير بحال هكذا كنقطعو رقيق بلا ما كنوصل حتى لتحت، يعني كنقطعو غير من الفوق بحال هكا. فالدنجال درتو تفور بوحدو، وغنبدا نوضع الشرميلة اللي غندير ليه. ناخذ كمية من زيت الزيتون، عندي هنا الخل بالزاميك، يعني فهو يعني تقدروا ديروه تقدروا تستغناو عليه، توضعوه غير الخل العادي غير المذاق. انا طقته عند واحد لاكوزين ديالي وجاني المذاق ديالو عجبني. شويه ديال الخل العادي يا الابيض يا الحامض، معلقه كبيره. هنا عندي التوابل، عندي هاد الخضر مجففه، راه حاليا راه موجوده في الاسواق تقريبا 2 معالق صغار. عندي معلقه صغيره ديال تحميره حاره، نص معلقه ديال الثومه يابسه، معلقه صغيره ديال البصله بلديه يابسه، ابزار معلقه صغيره، ملحه القياس اللي غنحتاجه، ومعلقه صغيره ديال الثومه قطعتها رقيق، ثومه خضراء، شويه ديال القزبر والمعدنوس. يعني فهاد الشرميله كيجي المذاق ديالها رائع، بالخصوص دابا حنا في فصل الصيف يعني، وفي العيد كنستهل كل اللحم بزاف، فما باس الا وجدنا شويه ديال الخضر. وبالنسبه لهاد الخضر انا كنوجدهم قبل، يعني نهار قبل ولا يومين قبل، وكنحتفظ بهم في الثلاجه، كيمكن لهم يبقاو يعني 3 ايام 4 ايام باش كنربح الوقت وكناكلو شويه ديال الخضر. فنبقى نشرملهم هنا بهذه الطريقه، نتوما كتشوفوا اللون ديالها كي كيجي. ونبقى مره نقلبها باش كلشي تخليه تشرميله. والان غندوزو الفلفله، هنا عندي فلفل الوان. هاد الفلفله وضعتها في الفران، يعني وضعت شويه ديال زيت المائده، وضعتها يعني غسلتها نشفتها وخليتها صاينه، غطيتها بابيي كويسون ودخلتها للفران. فملي تحمرات مزيان يعني ممكن تشويوها، ممكن يعني على حساب شنو كديروا لها. وحيدت لها القشره وقطعتها على هذا الشكل. فكذلك غنوضع لها الشرميله ديالها. ناخذ واحد 2 معالق ديال القزبر، معلقه صغيره ديال الثوم، شويه ديال الملحه، وشويه ديال البصله يابسه، شويه ديال الابزار، وغنوضعها نشرملها كذلك بزيت الزيتون. هكا تجي على هذا الشكل. وهنا غنبدا نوضع
الفلفله ديالي. نضيف لها كذلك شويه الخل، واحد معلقه صغيره، وهنا عندي الكورجات كذلك نصفتها وقطعتها طويله رقيقه بحال هذا الشكل، وضعتها يعني غير في المقله، وضعت قليل شويه ديال الزيت يعني ماشي بزاف، وحمرتها من جوج شوي. فهنا غنوضع زيت الزيتون. فهاد الكورجات هي كيجي صراحه المذاق ديالها رائع. هنا نوضع ملعقه كبيره ديال القزبر، ملعقه صغيره ديال الثومه، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره حاره يعني تقريبا نص معلقه صغيره، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الكمون. حرك هذه المكونات، زيد شويه ديال زيت الزيتون. انا ما كنديرش لها الخل، هذه كتبقى غير زيت الزيتون فقط. وهنشعلها بهذه الطريقة. وهنا كذلك غنشرمل الزيتون. عندي الزيتون اسود يعني وضع ديجا في شويه ديال زيت الزيتون، وهنا عندي الزيتون اخضر سلقته تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، صفيته خليته تنشف مزيان. وهنا غنبداو ان شاء الله نبداو نشرملو الزيتون الاسود. وضع لي شويه ديال القزبر، شويه ديال الكمون حبوب محمر، معلقة صغيرة ديال التحميرة حارة، معلقة صغيرة ديال البزار، وشوية ديال الثومة، شوية ديال الثومة يابسة كذلك، شوية ديال الكمون حبوب. ولا قدرتوا الا كانت متوفره عندكم السالميه، يعني انا دقتها عند جيراني بالسالميه وكان المذاق ديالها رائع، كتجي بها الزيتون الاسود. طريقه نمروا بالزيتون الاخضر، كذلك شويه ديال القزبر، شويه ديال زيت الزيتون. هنا عندي الحامض، عصير نص حامضة تقريبا، كذلك شويه ديال الكمون حبوب تقريبا معلقه صغيره، كمون مطحون حتى هو معلقه صغيره، الثومه اليابسه، شويه ديال التحميره حاره، وشويه ديال البزار، ونوضعوا شويه ديال زيت الزيتون. فبالنسبه لهذا الزيتون كنوضعوا وكنحتفظوا به في الثلاجه، فتا هو كيبقى مده طويله وكيجي المذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف يعني، وكيبقى عندنا في اي وقت يعني نجبدو كسكروت ولا اي حاجه مع الماكله ولا مع اي حاجه، فكيجي زوين. فنتمنى تجربوه ويعجبكم.
صافي ونحركهم مزيان ونوريكم كيفاش غنقدمهم ان شاء الله. فكان هذا هو التقديم النهائي ديال الخضر مشرمله اللي اقترحت عليكم مناسبه عيد الاضحى، فنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. وعيد سعيد، ما تنساوش تدعموني بلايك وتابوناو، والى فيديو قادم ان شاء الله.